أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 21 من برنامج مدرس على الهواء. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي يتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون معانا النهاردة إن شاء الله مستر خالد عطية، واللي هيشرح لنا جرامر يونيت 9 ذا كوزيتيف. صباح الخير يا مستر. صباح النور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا مستر احمد. صباح الخير يا مستر خالد. صباح الخير اعزائي طلبه وطالبات الصف الثالث الثانوي، والنهارده حلقه جديده ودرس جديد لثالثه ثانوي مع مستر خالد عطيه. اتفضل يا مستر. النهارده ان شاء الله هنشرح يونت 9، اليونت المقرر على الصف الثالث الثانوي. اتس اباوت كوزيتيف، عن حاجه اسمها الجمله السببيه كده، او الفعل موكول للغير. هو يونت بسيط ان شاء الله، مش هياخد وقت، ويعني لو عندنا وقت كده هنكمل ان شاء الله جزء من الباسيف اللي كان اساتذتي اشرفوا بشرحه في الحلقتين السابقين. يعني اتفضل يا مستر. ان شاء الله. بسم الله. Welcome again my students. Today I'm going to discuss unit 9. It's about the causative. عن الكوزاتيف. كوزاتيف يعني بالبلدي كده الفعل الموكول للغير، يعني حد هيقوم بفعل ليك. اوكي. كوزاتيف الجمله السببيه او الفعل الموكول للغير. باختصار كده هو تكوينه او القاعده بتاعته اسمها have، يعني بنجيب فيرب تو هاف. طبعا ده according to the tense، وفقا للزمن. يعني هاف دي ممكن تبقى have، has، has had، is having، will have، او get اللي ينطبق عليها نفس الكلام، وبعدين object. object اللي هو المفعول ثم بيبي. بس pay attention، خلي بالك هنا من حته، ان الاوبجكت ده المفعول ده لازم يبقى هنا inanimate. inanimate يعني غير عاقل. اوكي. طيب فالقاعده كده باختصار ممكن نسميها have او get زائد مفعول وبي بي. have او get زائد مفعول وبي بي. بس زي ما قلنا هنتاكد قوي ان الاوبجكت او المفعول ده غير عاقل. طيب خلينا مع بعض كده نبدا تاتا تاتا. لو انا قلت مثلا I washed my car، what does it mean؟ معناها ايه كلمة I washed my car؟ It means معناها I washed it myself. myself يعني مين اللي غسلها؟ أنا اللي غسلتها ايه؟ بنفسي. طيب تعالى بقى نتكلم على الكوزيتيف ده. What is the tense of washed؟ ايه الزمن بتاع كلمة washed؟ طبيعي فيها ED يبقى past. طب لو أنا هستعمل have أو get، أكيد هستعمل الباست من have و get. فبدل have هقولها I ايه؟ had. I had. طيب طبيعي ان بيبقى في سبجكت في اي جمله فاعل اهو. ولو طبقنا بقى القاعده have او get مفعول وبي بي، ادي have، ما هو had ده فيرب تو هاف، بس خليناها had ليه؟ لان الجمله هنا زمانها ماضي. تمام. وبعد كده الاوبجكت المفعول اللي هو كلمه ماي كار، يبقى اي هاد ماي كار، ثم البي بي اللي هو التصريف الثالث وات داز ات مين. يعني ايه بقى كلمه اي هاد ماي كار واشد؟ بص كده انا كاتب ايه. It means معناها someone else، ان شخص ما هو اللي غسلها. washed it for me، هو اللي غسل الايه؟ العربيه. يعني مثلا بنزينه او ايا كان، وات ايفر بقى. المهم ان I washed my car، it means I washed it myself، انا اللي غسلتها. تمام. لكن لو قلت I had my car washed، ده معناه someone washed it for me، ان شخص تاني هو اللي قام بالايه؟ بالفعل ده. زي بالظبط I repaired my car، يبقى انا اللي صلحتها، انا اللي صلحت عربيتي. طب لو قلناها I had، احنا قلنا have ومفعول وبي بي، يبقى I had my car repaired، كده يبقى معناها for example the mechanic، الميكانيكي مثلا repaired my car، the technician repaired my car، اي حد هو اللي ايه؟ صلح العربيه. اوكي. تمام. ايوه الكلام ده بقى يجي لنا على هيئه ايه في الامتحان؟ اللي يخصنا بقى كطالب، هيجي لي على شكل ايه؟ انا احله ازاي؟ هيجي لي جمل احولها؟ لا خلاص احنا عرفنا ان الجرامر بتاعنا كله يا جماعه السنه دي عباره عن تشويسز، اختيارات. فتعالى مثلا نبص على نمبر 1. بس قبل ما نبص على نمبر 1 عايز افتكر كده قاعده كنا سميناها ايه لو انتوا فاكرين. have او get والمفعول وبي بي. have او get والمفعول وبي بي الاوبجكت يعني. بس خلي بالك زي ما قلنا الاوبجكت ده وهتعرف ليه كمان شويه لازم يكون ايه؟ غير عاقل. بالظبط كده، لازم يكون ايه؟ غير عاقل. طيب يجي لنا الكلام ده على هيئه في الامتحان. لو بصينا سوا كده مثلا على الجمله دي نمبر 1 اهي. We always get our clothes، ادي get وادي our clothes
our clothes ادي get ويبقى فاضل المفعول our clothes اهو get والمفعول يبقى اللي فاضل زي ما احنا شايفين تصريف تال البي بي. طيب هل هو بقى wash washed washing to wash انهي واحده فيهم؟ the second one بالظبط كده the second one تاني واحده تمام اوكي لما نبص عليها احنا يهمنا ايه نكمل القالب القاعده اللي فوق دي يعني هو هيديني have او get واوبجكت اجيب انا ايه بي بي طب اداني اوبجكت وبي بي اجيب انا have او ايه okay. او get تمام طب نشوف واحده تانية I space my teeth checked yesterday وهيديني بقى verb to have كده have had is having او am having will have I my teeth checked yesterday have had is having are having وهكذا will have طبعا انا عندي هنا my teeth سناني ادي الاوبجكت المفعول checked ده يعتبر بي بي تصريف ثالث تصريف ثالث وعندي مفعول يبقى اللي فاضل يا اما هاف يا اما ايه جيت بالظبط طيب انا عندي هاف ولا جيت لا عندي هاف يبقى الاجابه ممكن تبقى هاف او هاد according to the tense وفقا لزمن الجمله yesterday بتدل على الماضي يا جماعه بتدل على ايه على الماضي على الماضي والماضي هاف ولا هاد هاد يبقى الاجابه هاد تمام طيب نبص مثلا على دي I every month وعندي مثلا اجابات بتقول I have cut my hair او I have my hair cut I have cut my hair every month or I have my hair cut every month احنا قلنا عايزين نجيب ايه have او get مفعول وبي بي تمام طيب ادي have او get اوكي هل cut ده object مفعول لا verb يبقى دي غلط لكن لو بصينا على الثانيه have I have my hair ادي الاوبجكت بلس بي 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 كات 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 يبقى this means ده معناه someone else اللي هو الباربر الحلاق اوكي has cut my hair هو اللي حلق لي شعري تمام طب لو صعبناها سنه مثلا دي we can't go into the living room مش هنقدر نخش الاوضه دلوقتي ليه قال we have it painted بتدهن يعني are having it painted had it painted يعني التلاتة تقريبا ينفعوا لأن التلاتة ينطبق عليهم have وobject مفعول وبيبي بي. يمكن احنا مركزين على have شويه عن get لان هي يعني كومن شويه في الامتحانات اكثر من get لكن الاثنين اوريدي موجودين have وادي المفعول it عايد على الروم وادي بيبي طب وهنا برضو are having ما هو verb to have ده قلنا at any tense في اي زمن اوكي وايت المفعول وبيبي وبعدين عندي هذا اهي في الباست ايت وبيبي طب انا بقى كطالب هفرق بينهم ازاي حاول تفهم المعنى بتاع الجمله كده وي كانت حاليا يعني حاليا ما نقدرش جو انتو ذا روم او ذا ليفينج روم ما نقدرش نخش الاوضه ما دام ما اقدرش دلوقتي ما في استمرار يبقى حدث هي بتدهن ولا اتدهنت بتدهن لو اتدهنت اقدر اخش مش كده يبقى خلصت يبقى اوريدي هدي غلط تمام. لان هدي البنت دي معناها ايه اتدهنت وخلص بالظبط كده اذا يا اما ار هافينج ايت بنتد يا اما هاف ات بنتد معنى اني مش قادر اخش دلوقتي يبقى هي بتدهن امتى نيو في استمرارية بيدل على زمن يا جماعه اسمه بريزنت كونتينوس المضارع الايه المستمر عشان كده يفضل اني هختار ار هافينج ايت بنتد ان هي بتدهن امتى دلوقتي اوكي طيب نبص مثلا على اخر جمله كده فادر ذا جاردن ووترد افري ويك وعندي هاف وجيت وهاد وجيتس طيب هو برضو نحاول نفهم المينينج كده جاردن اللي هي الحديقه يعني الجنينه حد بيسالنا الجنينه بيجي مثلا جاردنر جنيني او حاجه بيسالنا الزرع دوت او الجنينه دي كل اسبوع يبقى ده معناه ان someone else في شخص ما اللي هو الجاردنر اللي هو عامل الحديقه ده او الجنيني ده هو اللي بيسالنا الايه الزرع ده يبقى عندي هاف او جيت والمفعول garden وبي بي ووتر ووتر ده هنا بمعنى يروى تسقي يعني حد بيسقي الزرع يعني طيب
انا حافظ يا هاف يا ايه يا جيت. بس ساعات احنا بنبقى في ثالثه ثانوي بس ممكن نغلط اخطاء بسيطه كده برضو ننبه منها، ان مش هتنفع هاف باختصار لان فادر تاخد ايه هاز. ما ينفعش ان انا اخد هاف، لكن احنا ممكن ساعتها بنركز في ايه يا جماعه، بنركز في القاعده ونسيب الحاجات البدائيه ساعات، فبتعدي مننا تلاقي الواحد يقول ايه هي هاز ا كاميرا، لا مش هينفع هي هاف، هي هاف ا كاميرا، لا لازم هي هاز ا كاميرا. اوكي يبقى هاف اوريدي غلط. ليه؟ لان فادر تاخد هاز. اذا اصبح عندي جيت وهاد وجيتس افري ويك، معناها كل اسبوع في عاده، ده بريزنت بتعبر على هابت كده عاده. اذا هدي لا، اذا الاجابه يا اما جيت يا اما جيتس، لان هدي باست ماضي وعندي افري ويك دي بتدل على الايه البريزنت. اذا يا جيت يا جيتس، خدنا زمان كده زمن اسمه بريزنت سيمبل، المضارع البسيط. المضارع البسيط اللي هو ده فيرست كونجيوجيشن اوف ذا فيرب، اللي هو التصريف الكام الاول. يعني بلاي كام فينيش دو، او بنزود لو انتوا فاكرين كده اس بالظبط كده اس اي اس، الحاجات دي مع السنجلر المفرد لغه اللي هم هي وشي وايت. فيعتبر فادر هنا ما ينفعش اقول ايه هي لايك انجلش، بقول هي لايكس انجلش. عشان كده هضطر اخد ايه بقى، مش جيت هاخدها ايه جيتس. جيتس اوكي. يبقى فادر جيتس ذا جاردن ووترد افري ويك، يعني حد بيروي الجنينه لبابا كل اسبوع. يبقى اول جزء خدناه يا جماعه عن الكوزيتيف اسمه ايه كده، نراجع سوا، هاف او جيت بلس اوبجكت بلس بي بي، يعني هاف او جيت ومفعول وبي بي. لو بصينا كده على الجمل زي ما قلنا، ادي هاف فيرب تو هاف، بنراجع كده بنلخص اللي قلناه، وادي ماي كار المفعول. بس اكدنا مع بعض معلومه هنعوزها كمان شويه، ان لازم المفعول ده غير عاقل. ايوه اسمع منكم تمام يا شباب، ماي كار ووش ده. يبقى هاف ومفعول وبي بي زي كده، مثلا اهو وي اولويز جيت، ادي جيت اور كلوث ملابسنا، وادي البي بي ووشت. اوكي طيب ده كان باختصار اول جزء عن الكوزاتيف. اوكي هاف او جيت مفعول وبي بي. عندنا بقى استكمالا لنفس الدرس كده، عندنا حاجه اسمها حاسس بيه برضو، عايزك تتكلمي طبعا. اوكي والاوبجكت والانفينيت، هاف واوبجكت وانفينيت. اوكي هاف معاها مصدر، يعني هاف معاها مصدر. بس اهم حاجه بقى ان الاوبجكت ده يا جماعه هنا ايه، عاقل. عاقل يبقى خلي بالك في القاعده الاولانيه، هاف او جيت مفعول وبي بي، الاوبجكت المفعول ده لازم يكون ايه، غير عاقل. غير عاقل. غير عاقل تمام تمام. اما هنا بقى هاف، وطبعا بناكد تاني انها مش هاف بس، هاف وهاز ويل هاف ويز هافينج اني وان، اي واحده فيهم، الاوبجكت ده لازم يكون ايه، عاقل. عاقل هنجيب وراها انفينيتيف. This is used usually for request، وده عاده بنستعمله لما ايه طلب. نطلب حاجه طلب. من حد. اوكي بمعنى تعالى مثلا نقول ايه، I get or I have the mechanic repair my car. احنا اتفقنا هاف ده ممكن نخليه ايه، had have has will have. اوكي اي حاجه من كده. طيب خلينا مثلا في اول واحده بس اللي هي I had. I had the mechanic repair my car. لما ابص عليها كده ادي فيرب تو هاف هاد. اوكي الاوبجكت المفعول اللي هو مين؟ ذا ميكانيك. عاقل ده بقى ولا غير عاقل؟ عاقل. مهمه قوي تفرق بينهم عشان دي اللي هتساعدك في الحل. ما هو في الاخر احنا يهمنا ازاي نطبق في الاخر صح. يبقى I had the mechanic وادي الايه؟ الانفينيت. اوكي I had the mechanic repair my car. معناها I asked the mechanic to repair the car for me. طلبت منه ان هو يصلح لي الايه؟ العربية. اوكي؟ طب ينفع اغير دي بأي زمن تاني؟ ما احنا اتفقنا. Have, will have, is having. أي واحد ايه؟ صح. طيب have وobject و infinitive. بس احنا قلنا الانفينيتيف ده أو الأوبجكت ده سوري لازم يكون ايه؟ عاقل. عاقل. ما ننساش دي. مثلا نيجي نقول جملة كده بتقول ايه؟ Our PE teacher
بي اي اللي هي فيزيكال اديوكيشن اللي هي ماده التربيه الايه الرياضيه مدرس التربيه الرياضيه اوكي سبيس او هيد اس راوند ذا بار وهيدينا مثلا بعض اختيارات زي run وran وruns وrunning اوكي لو بصينا على القاعده كده يا جماعه احنا قلنا have والاوبجكت المفعول لازم عاقل والانفينيتيف اوكي طيب ادي السبجكت our PE teacher المدرس بتاع الحصه التربيه الرياضيه وادي فيرب تو have اهو بمعنى asked us طلب مننا والاوبجكت المفعول العاقل اللي هو ايه؟ أس وي عايد على وي يعني طلب مننا احنا هاد أس يبقى اللي فاضل ايه وفقا للقاعده دي؟ انفينيتيف مصدر انفينيتيف اللي هو كلمه ايه؟ ران ران بالظبط كده اوكي؟ ده قاعده اسمها هاف اوبجكت بي بي سوري انفينيتيف في بقى زيها واحده ثانيه بس مع جيت نفس الكلام جيت واوبجكت اوكي؟ بس المره دي بقى مش بي مصدر لا مش infinitive سوري هيبقى to get to object with to infinitive this is usually used for persuading someone to do something وده لإقناع شخص ما وعلى فكرة سواء الريكوست أو البرسويجن الإقناع أنا كطالب مش مهم أعرف الكلام ده أو بس أنا قلته لك هو أنا يهمني إزاي هحلها آخر السنة هي هتجيلي على شكل إيه يعني مثلا يقول لي إيه I got my mother to make me a cake لو بصينا كده يا جماعة على الجملة دي ادي كلمة get اهي got خلاص بقى حفظنا ان هي بتبقى في اي زمن الاوبجكت اللي لازم قلنا يبقى عاقل have و get معاهم مفعول ايه؟ عاقل تمام؟ اللي هي my mother I got my mother وادي to infinitive to make me a cake معناها ايه بقى الجملة؟ أقنعت ماما أو برضو طلبت من ماما هي هي I got my mother to make me a cake أدي got أهي get أو got وأدي الأوبجكت المفعول my mother يبقى اللي فاضل إيه to والإنفينيتي to make me a cake okay. ده جزء تاني للكوزيتيف هناخد كده جملة بسرعة تاني على نفس الجزئية دي؟ نفس الجزئية أو إحنا ممكن بس كده نقول كده بسرعة تاني كل اللي قلناه درس يونت 9 كله يا جماعة لو أنت عايز توصله بقى لملخص كده أهو have أو get بيجي معاهم object ثم بيبي بس الأوبجكت زي ما قلنا غير عاقل بالظبط غير إيه؟ غير عاقل أوكي؟ ودي كده لوحدها اوكي الثانيه بقى احنا قلنا هاف برضو اوبجكت وانفينيتيف او جيت واوبجكت تو انفينيتيف وتو انفينيتيف ده الدرس كله بتاع يونت 9 هو الكلمتين دول باختصار اللي هيخلوك تعرف تحل كويس بتوفيق ربنا ان شاء الله في الامتحان هاف او جيت اوبجكت بي بي have معاها مصدر وجيت تو مصدر بس بيا التنشن خلي بالك الاوبجكت هنا ان انيميت بات هير اتس انيميت انما هنا عاقل اوكي ده باختصار الدرس بتاع يونت 9 هو كان على الكوزاتيف باختصار اوكي دي لو انا صابر عليك اهو كطالب لو انت بتكتب حاجه او بتصور حاجه تمام قبل ما امسح اهو الدرس كله تاني have او جيت اوبجكت وبي بي مفعول وبي بي بس لازم هنا يكون ان انيميت غير عاقل have معاها مصدر وجيت ومصدر بس لازم المفعول ايه؟ عاقل، اوكي؟ طيب ده كده مش محتاج اكتر من كده. تعالى بقى بما ان الدرس ده بسيط زي ما انتم شايفين ممكن ناخد جزء تاني كده كان اساتذتي واساتذتنا كانوا شرحوا يونت 7 و 8 الباسيف في الحلقات السابقه فقلنا برضو نستغل ان يونت دوت قليل وممكن نعمل شويه ايه بعض ترانسليشن باسجز كده بعض قطع ترجمه على الكلام دوت اوكي
فلو احنا مثلا كتبنا جملة زي عقدت مؤتمرات كثيرة من أجل حل مشكلة الاحتباس الحراري. عقدت مؤتمرات كثيرة من أجل حل مشكلة الاحتباس الحراري. كي؟ زي ما زمايلنا شرحوا طبعا احنا كنا في الباسف بنبدأ بالأوبجكت، أوبجكت اللي هو المفعول. عقدت مؤتمرات كثيرة، يبقى المفعول فين يا جماعة؟ مؤتمرات ولا عقدت؟ أيوة أنا سامعك، برافو عليك، هي فعلا كلمة إيه؟ مؤتمرات. خلاص هنبدأ بيها، بس هي ليها صفة اللي هي مؤتمرات إيه؟ كتير. فببساطة هنكتب إيه؟ ميني. ودايما اكتب الكلام السهل وما تتفلسفش زيادة، لأن دي مش بتبين شطارة ولا حاجة، دي ممكن تعرضك للخطأ. يبقى ميني كونفرنسز. لو أنا ناسي كلمة كونفرنس، كونفرنس يعني مؤتمر. أوكي؟ كونفرنس مؤتمر. ممكن أكتب بدلها ميتينج، ميني ميتينجز. لكن حذاري إن أنت تعمل نقط زي ما بعض الناس بتقوم عاملة كده في النص وكمان يحطها في أقواس كده، كده أنت بتبين لي خالص إن في ميستيك عندك، ما ينفعش خالص. حاول تجيب كلمة سهلة من قاموسك أنت تكون عارفها. أوكي؟ ميني كونفرنسز. عقدت، عقدت ده زمن ايه؟ عقدت زمن ايه؟ ماضي. ايوه ماضي بالظبط كده. وزي ما اساتذتنا شرحوا قبل كده، لازم بيكون في جزء من فيرب تو بي مع الايه؟ البي بي. اوكي؟ طيب الماضي من فيرب، انا اعرف ان فيرب تو بي ده الماضي منه ووز او ايه؟ وير. يبقى ميني كونفرنسز ايه؟ وير. ووز ولا وير؟ وير عشان جنب. تعرفش ليه معظمنا بيكتب ووز وبس؟ بيتنشن، خلي بالكم الحاجات الصغيره دي. تمام. وير في كلمه اسمها يعقد مؤتمر اللي هي هولد. اوكي كده، بس عشان تبقى بي بي لازم نخلي الاو دي ايه؟ اي. وير هيلد، وير هيلد بمعنى عقدت. فاللي احنا كاتبينه كده ميني كونفرنسز وير هيلد، عقدت مؤتمرات كثيره من اجل حل مشكله الاحتباس الحراري. الكلام من اجل حل ده انا ممكن اشيله خالص. يعني كلمة من أجل دي لو أنا شلتها، الكلمة دي أنا مش عارفها مثلا، وكتبت إيه؟ قريتها من غيرها، عقدت مؤتمرات كثيرة لحل مشكلة الاحتباس الحراري. هل المعنى تأثر؟ لا خلاص. أنا مش هكتب من أجل دي، هكتب على طول كده إيه؟ لكي نحل. يبقى تو إيه؟ كلمة يحل اسمها سولف. لا أنصر، لا اللي بيقول أنصر لا، أيوة مستر أحمد بيقول لنا إيه؟ سولف بالظبط كده، تو سولف. أوكي؟ لكي نحل مشكلة الاحتباس الحراري. أنا ممكن ما اكتبش كمان كلمة مشكلة واكتب الاحتباس الحراري على طول. The problem of. The problem of. أهي. في بقى الاحتباس الحراري لو احنا فاكرينها، وده بقى فايدة حفظ الكلمات. Global إيه؟ Warming. أوكي؟ طيب. كده الجملة صح وتمام وزي الفل. لكن ممكن يجي طالب فاهم إنجلش شوية يقول إيه؟ بس يا مستر يعني ما زالت المؤتمرات بتعقد حتى الآن، فيفضل بدل وير اللي بتعبر عن البص سيمبل إن أنا أعملها بريزنت بيرفكت اللي بيدل على شيء كده لسه برضو. يعني يفضل بدل وير هيلد أخلي وير دي هاف وبي بي من وير. هاف بين هيلد، هاف بين هيلد تو سولف معناه وي ستارتد هولدينج ذيس كونفرنسز، بدأنا في عقد المؤتمرات and you are still continuous وما زلنا مستمرين فيها. طبعا كلامك مظبوط، لكن انا كمصحح اخر السنه يعني both are correct، الاثنين بالنسبه لي يا جماعه صح. تمام، وهتاخد عليهم الدرجه وكل حاجه. اوكي طيب، ده كانت اول واحده من الترانسليشن دي عن الباسيف. هنقولها تاني اهو، احنا بدانا ازاي يا جماعه؟ بدانا بالاوبجكت المفعول، ميني كونفرنسز، اوكي، ميني ميتينجز، كلمه عقدت. طب ما انا ما اعرفش هيلد دي، يعني انا ممكن لو مش عارف هولد يعقد، او عملنا مؤتمرات هكتبها ميك، هكتبها دو، لكن حاول ان انت ما تسيبهاش. طبعا هو الاساس كلمه ايه؟ هيلد. اوكي، لكن احنا بنقول ايه؟ الترجمه كانوا بيعلمونا انها لغه التصرف، لازم اجيب اي سينونيمز كده، يعني مرادفات which have the same meaning، ليها نفس الايه؟ المعنى. اوكي طيب، دي مثلا جمله قلناها بسرعه. جت واحده تانية برضو جملة
على فكره اللي بنقوله ده يا جماعه معظمه جه في ثانويه عامه. جت جمله بتقول ثبت علميا ان الشوكولاته لها تاثير صحي او لها بعض الفوائد للقلب. ثبت علميا ان الشوكولاته لها بعض الفوائد للقلب. زي ما برضو اساتذتنا كانوا قالوا لما بنقول الكلام بالضمه عقد ثبت كي ارسل ده بيبقى الباسف بنعرفه برضو من الضمه كده. ثبت علميا هي ممكن تكون الكلمه رخمه شويه. جايز حد فينا يفتكر كلمه اسمها بروف امبروف يحسن بروف يثبت تمام؟ يبقى انا عندي فعل اسمه بروف يعني يثبت. اولا انا ممكن ما اعملش الكلام بالشكل ده خالص. هو ثبت علميا يبقى مين اللي اثبت؟ هم العلماء العلم يعني ثبت علميا مش معناها ان العلم اثبت؟ مظبوط. خلاص لو هتدي نفس المعنى انا ممكن ببساطه هعملها كده. هكتب ساينس. اوكي؟ ساينس يعني ايه؟ العلم. على فكره ناس كتير طلبه تحب تكتب ايه؟ ذا ساينس. يقول لك عشان الف لام عشان العلم تبقى ذا ساينس. وده من الكومن ميستيكس عند معظم الطلبه انه دايما الذا بيحطها كتير. اوكي؟ لا ده ابستراكت ناون اسم مجرد كده ما بياخدش اي حاجه. ساينس العلم. اوكي؟ طيب يثبت دي يعني ايه؟ ها احنا قلنا امبروف ولا بروف عشان بيتلخبطوا بينهم. امبروف يحسن. اوكي بروف. بروف يعني يثبت. يبقى ساينس بروفد ذات كده اثبت العلم. ما هو لما اقول ثبت علميا ثبت علميا يعني العلم ايه؟ اثبت. ما فرقتش بس كده هتفرق معايا في حاجه كده اسهل بالنسبه لي. لان لو جيت اعملها ثبت علميا عارف هنضطر نعملها ازاي؟ هنمسح بقى دي كده ونكتبها فوق هنضطر نبدا كده ايت. احنا قلنا يثبت يعني بروف كده. فممكن حد يحاول يقول ايه؟ ثبت ماضي صح؟ ثبت ماضي. ولسه قايلين الباست دوت بيتعمل ازاي؟ ووز اوير وبيبي كده ثبت. انا عايز اقول ايه؟ اثبت يعني. فلازم احط هنا كلمه ايه؟ was. It was proved. هي كده صح مش وحش تمام؟ طيب طب كلمه علميا. علميا دي المفروض احطها ما بين فيرب تو بي والتصريف التالت. يعني اكتبها هنا It was scientifically بشكل علمي يعني بروفد. It was scientifically proved. واحد يقول لي العلم ده لسه مستمر فهل يفضل برضه ما دام شيء اصل البص ده معناه شيء انتهى خلاص. طب ما العلم لسه موجود وبيثبت حقائق كل يوم. هل الافضل بقى اعملها كده It has been scientifically proved. It has been scientifically proved. دي معناها ثبت علميا. ايوه بس انهي اسهل بالنسبه لي كطالب؟ اعملها كده ولا اكتب ساينس بروفد؟ لا اكتب ساينس بروفد العلم اثبت. في طلبه بتفكر بسلبيه ازاي؟ يقول لا المصحح مش هيعرف ان انا مش عارف الباسيف وهيعملها مش عارف ممكن يعملها لي غلط خالص. المصحح ليه في الاخر حاجه اسمها جنرال مينينج المعنى العام. لما اقول ثبت علميا هي العلم ايه؟ اثبت. طالما سيم مينينج نفس المعنى خلاص مفيش مشكله. يبقى الاسهل ان انا اعملها كده. طب كده صح طبعا. الناس السلبيه لان انا صاحبه الطاقه السلبيه دي. طيب مش في نموذج للاجابه بيبقى حاطط له الاجابه النموذج؟ والله يعني ايه الدكتوره فاطمه قالت ايه اثرت نقطه مهمه بتقول في نموذج اجابه الموديل انسر المفروض المدرس ده او المصححين بيلتزموا بيها في الحاجات الثوابت بس يعني جمله تشويسز او لكن بالنسبه مثلا باراجراف بالنسبه لترانسليشن الحاجات دي حتى بيبقى مكتوب في نموذج الاجابه ايه اني اذر اكسبتابل انسر از كوركت. اي اجابه مقبولة. انت شايفها صح خلاص اقبلها وزي الفل وما فيهاش مشكله. لا خالص ما هو الفكره في ايه يعني مش هينفع نقنعه بحاجه غلط. يعني هل لما نقول ثبت علميا ان الشوكولاته ليها فوائد
هل في فرق لما انا اقولها لحضرتك العلم اثبت ان الشوكولاته ليها فوائد؟ طبعا عفوا حضرتك مستحيل تقنعني بحاجه غلط او تقنعني. لا انا اقصد ان الطالب ايه نفسه هيحس ان هي نفس الايه؟ نفس الجمله، فطالما نفس الجمله ما اتاثرتش خلاص يبقى انا هقدر ايه؟ اكتبها كده، بس كده دي عايزه طالب متمكن شويه، لكن ممكن طالب متوسط يقدر يوصل لدي، لان معظمنا عارف ساينس العلم او العلوم وبروف يعني يثبت ذات، تمام؟ طيب نكمل. الشوكولاته اللي هي شوكليت. اوكي. لها بعض العيوب. اللام دي يا جماعه اللي هو فيرب تو هاف، اوكي؟ يبقى تشوكليت هاف. هاف ازاي بقى؟ هاف ازاي؟ احنا مش قلنا ناخد بالنا بقى بين هاف وايه؟ وهاف؟ عشان الحاجات دي بنقع فيها شويه، اوكي؟ بعض الفوائد للقلب. بعض الفوائد يبقى صم بنفيتس بالظبط كده بنفيتس 2 او 4 هارت هارت اوكي ماشي. شوكليت هاز سام بنفيتس تو هارت او سام بنفيتس فور هارت ولا يفضل 2 اوكي. دي مثلا كانت جمله تاني عن الباسيف. طيب تعالى مثلا ناخد جملة كمان مثلا بتقول تستخدم الطاقة الشمسية اوكي تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء مثلا اوكي. طيب تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. هبدأ بيستخدم ولا الطاقة الشمسية؟ الطاقة الشمسية. أكيد هبدأ بالمفعول. الطاقة الشمسية أنا يعني ممكن أترجمها حرفيًا كده عادي، أنا عارف إن الشمس دي صن مثلًا وطاقة دي باور أو إنرجي، أوكي؟ ممكن أكتبها كده، لكن هو يفضل إن أنا أكون عارف الإكسبريشن بتاعها اسمه سولار باور، أوكي؟ الطاقة الشمسية. كتبت ذا صن إنرجي، ماشي مفيش مشكلة. طيب كلمة يستخدم لو انت فاكرها اسمها يوز اوكي. يوز فعل بمعنى ايه؟ هو لو جو يعني يذهب وبلي يعني يلعب فيوز يعني يستخدم، لكن احنا لما قرينا الجملة دي هي مش مكتوبة يستخدم، هي بالضمة كده تتقري ازاي؟ بس شرحوا لنا بقى اساتذتنا في الحلقات السابقة ان لما نلاقي الضمة دي نستعملها بالباسيف او نعرف ان الجملة دي في باسيف بالظبط كده. طيب المفروض احط فيرب تو بي ده ام يعني ولا ايز ولا ار ولا بن ولا ايز بينج ولا ايه؟ هل دي تعتبر فاكت؟ هل حقيقي ان الشمس بتستخدم في توليد او تستخدم الطاقه الشمسيه بلاش الكهرباء لتوليد الطاقه وخلاص؟ هل دي حقيقه؟ تعتبر دي حقيقه، ايوه دي فاكت اوكي. يبقى سولار باور. طيب ما دام حقيقه نستعمل البريزنت سيمبل. البريزنت سيمبل ببساطه ان انا هحط هنا ام او ايز او ار، يبقى هخليها ايه؟ ايز. حطينا فيرب تو بي لازم نحط التصريف الثالث يبقى ايز يوزد. يبقى خلي بالك يوز يستخدم، لكن ايز يوزد يعني ايه؟ يو يستخدم او تستخدم. كده كتبنا تستخدم الطاقه الشمسيه لتوليد الطاقه لتوليد. طيب هي كلمه توليد دي هو المفروض الكلمات دي عندي في المنهج اوكي، لكن طبعا انت عارف ان الترجمه مش مرتبطه بمنهج، يعني لازم يبقى عندك كم فوكاب بيساعدك. يولد الطاقه انا ممكن اكون مش عارفها. هو انا ممكن تعرف طب كلمه اسمها ينتج او يحصل على، ايوه بروديوس يحصل على، يعني ناس في الاستوديو بيقولوا طب ما احنا ممكن نكتب جيت لنحصل على الطاقه. تمام خالص، ومحدش يقدر يقول لك غلط عشان ما فيش كلمه توليد. لا الاثنين صح. عامه كلمه يولد اسمها جينيريت. يمكن احنا نسمع كده لما النور يقطع على ايه؟ الجنريتور، مولد الطاقه يعني اوكي. جنريت وينفع كمان بروديوس، بروديوس يعني ينتج، وميك صح. ومستر احمد قال لنا ببساطه ابسط من كل ده كلمه جيت لنحصل على الطاقه، يبقى تو جنريت انرجي اوكي. طب نراجعها كده سوا. سولار باور الطاقه الشمسيه از يوز تستخدم فور جنريتنج أو to generate، both are correct، ممكن أقولها for generating energy. طب لو أنا ما أعرفش باسيف، يعني هل كان ممكن مثلا أقولها إزاي؟
انا مش بعرف اعمل الحته بتاعت is used و is being و have been والكلام ده. بسيطه، انت عارف كلمه use يعني ايه؟ حد يستخدم. فاكر يوز؟ يستخدم. هحط قبلها بس الفاعل، اي فاعل كده. وممكن تقولي احنا بنستخدم الايه؟ الشمس، الطاقه الشمسيه. ما اعرفش انا الطاقه الشمسيه خالص. لو انا كتبت وي يوز ا ثان، اوكي، لكي نحصل على الطاقه زي ما قال مستر احمد ابسط كده، تو جيت انرجي. على فكرة اسلوبها كده ما فيهاش تقريبا كلمة صعبة، وانا كطالب حتى لو مستواي متوسط تمام، احنا بنحاول نخاطب جميع العقليات، ترجمة مش هي البعبع ولا حاجة، تقدر انت عندك بس يعني خوف منها زايد، لكن لما تبص على الكلمات مش صعبة قوي الترجمة اهو، هي بس انت مش عارف ترص الكلمات اللي انت حافظها ازاي اهو. وي يوز احنا نستخدم، تمام، ذا صن الشمس او ذا صن انرجي to get energy، تمام؟ بس كده مظبوطة دي. ناخد واحدة كمان، احنا شغالين على الباسيف عشان يمكن هو درس مليان شوية، فبنحاول نطبق لك عليه على هيئة translation. دي جت قبل كده برضو في امتحان الجملة ديت. تتأثر السياحة تأثراً كبيراً بالأحداث الجارية. تتأثر السياحة تأثراً كبيراً بالأحداث الجارية. دي برضو زي ما قلنا معظم الجمل دي جت الجمل دي في ثانوية عامة قبل كده. تتأثر السياحة. السياحة هي اللي بيقع عليها الفعل. تبقى سبجكت فاعل ولا أوبجكت مفعول؟ أوبجكت. لأن هي اللي بتتأثر، من وقع عليها الفعل. يبقى أنا كده عرفت إن ده باسف برضو. طيب، فهبدأ إزاي؟ هبدأ بالسياحة. يبقى ذا توريزم. لا لا، احنا قلنا بلاش ايه ذا السياحه، يعني ايه توريزم بس، ما فيهاش ذا توريزم دي. اوكي، طيب في كلمه اسمها يؤثر على، اللي هي كلمه ايه؟ افكت. بس زي ما انت قلت دلوقتي، احنا لسه بقول يوز يا يستخدم. كلمه افكت يؤثر على لما يكون فاعل، بس السياحه تؤثر ولا بتتأثر؟ تتأثر. بتتأثر، يبقى أنا عرفت إن أنا كده شغال على الباسيف. باسيف يعني إيه؟ يعني فيرب تو بي والتصريف الثالث. بتتأثر ده في أنهي زمن؟ أهو بريزنت، دي فاكت حقيقة. أقوم أستعمل كلمة إيز وبي بي. تبقى إيز إيه؟ أفكتد. إيز أفكتد. تمام؟ كده تتأثر السياحة. طب ليه ما أقولش توريزم أفكت على طول؟ أفكت يعني يؤثر. لو قلت توريزم افكت او افكتس هتبقى السياحه هي اللي بتاثر على الاحداث الجاري، لا دي بتتاثر. اوكي، يبقى توريزم از افكتد. طب ايه كلمه تاثرا كبيرا دي؟ ده انا ممكن ما اكتبهاش خالص لو انا مش عارف حته. بص تعالى نقرا، عود نفسك لما تلاقي كلمه صعبه، اول تصرف اقرا الجمله بدون الكلمه دي. لو لقيت الجمله المعنى العام ما تاثرش خلاص احذفها، لكن ما تحاولش تشوف بدائل الا اذا كنت مضطر. يعني تعالى نقرا الجمله من غير تاثرا كبيرا. تتاثر السياحه بالاحداث الجاريه. في معنى وصل؟ اه. يبقى خلاص مش هكتب بالاحداث الجاريه. لا احنا عايزين نكتب، احنا هنكتبها بس انا بوريك تصرفك يبقى ازاي في الامتحان. اوكي؟ يبقى توريزم از افكتد كده بتتاثر. تتاثر تاثرا اللي بيسموه بقى اساتذتنا في العربي المفعول المطلق. اوكي؟ ترعى رعاية، تهتم اهتماما، تتقدم تقدما. قال لك انت ممكن تيجي بس هنا بعد فيرب تو بي ده وتقوم كاتب الكلمه دي mainly او greatly. كده بقى معناها ايه؟ تأثرت السياحه تأثرا كبيرا. كده مظبوطه. واحد يقول لك طالب، طب وانا يعني هعرف الكلمات دي فين في الامتحان؟ ما هي دي ميزه انك تحل وتتدرب واتبعنا، لان احنا ما بنسيبش ان شاء الله البرنامج، ما بيسيبش اي حاجه، حتى الباسيف اديناهولك ترانسليشن. اللي ما يعرفش حاجه هيعرفها عن طريق ايه؟ انه يشوف ويسمع. اوكي؟ ويذاكر. از مينلي افكتد او از جريتلي افكتد.
بالأحداث الجارية كانوا برضو زمان أساتذتي بيعلمونا إن إحنا بنحط كلمة بواسطة في الآخر كده باي تمام؟ وكلمة الأحداث الجارية يبان هنا بقى يا جماعة فرق واحد حافظ كلمات وبيجتهد في المنهج واحد لا لو إحنا فاكرين الأحداث الجارية كان اسمها current أو recent events الأحداث الإيه؟ الجارية لو قريناها كده tourism me is mainly or is greatly affected by current events مظبوطة الجملة أو recent events وجات له في القصة طيب بالظبط الأحداث الجارية جت في القصة طبعا ما هو الإنجليزي كله يعني ما فيش إيه مش مفصول عن بعض يعني الترانسليشن مش لوحدها والتشوز والجرامر مش لوحده في ناس فاهمة إن الجرامر يجي إيه مثلا بعض الطلبة نسمعها تقولي الجرامر أصله في التشويسز بس دلوقتي ما عليهوش درجات كتير هو أنا لما هكتب باراجراف مش هراعي الجرامر هو أنا لما هكتب ترانسليشن مش بقى مش ده الباسيف اللي شرحوه أساتذتنا الأسبوع اللي فات واللي قبله طيب ما احنا بنراعيه فين؟ في الجرامر لو ما كتبناش كده جملة الترجمة يا فندم عليها درجتين لو أنت رحت كاتب من غير جرامر وخدت الكلام تورزم مثلا أفكت كارنت إيفنتس حتى لو حافظ كلام مش هتعرف ترصه مظبوط طيب نخلينا مع الطالب المتوسط شوية اللي بيقول أنا ما بعرفش أكتب الباسيف ده تتأثر السياحة وكده هل ينفع أعملها أكتف عادي وأقول مثلاً أجيبها من الآخر إن الأحداث الجارية بتأثر ليها تأثير على الإيه؟ على السياحة والله لو أنت هتدي the same meaning نفس المعنى ما فيش مشكلة أنا زي ما قلت لك أنا أو أي مصحح ليه general meaning هل لو قلنا الأحداث الجارية ليها تأثير كبير على السياحة أعتقد هو نفس المعنى مش كده؟ خلاص هتبدأ كده هتبدأ إن أنت تكتب إيه؟ هتبدأ بالأحداث الجارية أهي current أو recent events كلمة لها تأثير اللام دي قلنا أقول التكنولوجيا بقول مودر تكنولوجي has verb to have okay؟ يبقى have أو has ودي جمع يبقى have okay؟ وكلمة تأثير برضو يمكن زمايلنا أو طلابنا عارفين إن كنا بنقول لهم بحرف الإي تبقى verb بمعنى يؤثر على verb أما بالإي تمام يبقى تأثير فممكن أقول إيه have أدي كلمة effect لها تأثير بس هنا بقى هقول لها تأثير إيه كبير كبير فممكن أقول إيه have great effect أهو أو a great effect عشان اسم مفرد have a great effect effect بقى بالإي دي لو أنت فاكر كان ليها حرف جر إيه on لها تأثير كبير على إيه؟ السياحة يبقى تورز طبعاً both are correct الاتنين صح وهو تعتقد تقول إيه؟ لا بس لما اكتبها كده يبان إن أنا عارف المفعول المطلق وتتأثر ماليش كل ده ما يخصنيش في حاجة أنا عايز meaning عايز في الآخر المعنى صح تكون الجملة grammatically and semantically correct يعني من ناحية الجرامر والمعنى مظبوطة ما يخصنيش انت عملتها بانهي طريقه مش هيفرق معايا في حاجه اوكي طيب دي كانت جمله انا سايبك اهو بص عليها بصه اخيره tourism is mainly or greatly affected by current events تتاثر السياحه عملناها باسيف او بدانا بالفاعل اللي بيأثر current events لها تاثير فكتبنا verb to have a great effect او influence طبعا ويفضل طبعا يعني مثلا effect ولا influence اكتب الكلام السهل لان كل اللي انت بتكتبه لو غلطت فيه هتتحاسب عليه هيبقى ليه اعمل سبيلنج ميستيك خلاص طيب اون توريزم ناخد مثلا جمله كده سريعه صغيره بقى كده في دقيقتين احنا كده تقريبا الوقت يعني وي ار رانينج اوت اوف تايم اوكي خلاص اخر جمله ممكن مثلا نقول طيب في واحده سهله خالص على مهلك يا مستر براحتك خالص تبنى احنا عايزين نتعلم طلع تبنى مصانع كثيرة لتوفير كده صعبها فرص عمل اصل هي الجمل دي يعني بتبقى كومن قوي في الامتحانات تمام بتيجي تمام. كتير الحاجات اللي زي كده خلاص دي اخر واحده اهي تبنى مصانع كثيرة لتوفير فرص عمل للشباب طبعا احنا قلنا ممكن ما نبداش ما نعملهاش بصي يا باديه زي تبنى باسيف طالما ضمه كده يبقى باسيف هبدا بالمصانع الكتيره دي يبقى ممكن اقول ايه ميني فاكتوريز اوكي
بيلد. قيس بقى. خلي بالك بيلد اللي انت كتبته ده فعل معناه يبني. اوكي؟ فاللي انا كاتبه كده معناه المصانع تبني عشان تخليها. ضم بقك بقى. تبنى حط فيرب تو بي وتصريف تالي. يبقى قيس او ار. طب هيحكمنا ايه؟ هي مفرد ولا جمع؟ جمع؟ يبقى قيس ولا ار؟ بنغلط في الحاجات بقى الصغيره دي خلي بالنا. قيس بيلت. اوكي؟ طيب لتوفير فرص عمل للشباب. يوفر هنا مش حلو ان اقول سيف، سيف تايم، سيف ماني، لكن يفضل يا جماعه هنا اقول ايه؟ لنمد الشباب بي. ففي كلمه كده ايوه سامعك انا اللي بيقوله الناس اللي حافظه هايل ما شاء الله عليك. تو بروفايد، بروفايد ويذ، بروفايد ويذ، بروفايد ويذ يعني يمد بي. اوكي؟ نمد مين بقى؟ الشباب. الشباب اهي. الشباب اللي مش حافظها كلمه سهله القطها دلوقتي، كلمه يو. اوكي؟ وزود لها حرفين تي اتش. يبقى خلاص حفظنا الشباب. يوث او يا اهي. تو بروفايد يوث ويز، لنمد الشباب ب فرص عمل. ما اعرفش فرص. طيب لو احنا كتبنا العمل يعني ايه؟ ورك. 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 لو احنا سبناها كده بقى معناها لنمد الشباب بالعمل. هل أثرت كلمة فرص؟ يبقى ما تفلسفش واكتبها لأن هي كده حلوة قوي. يبقى to provide you with work. ودي كلمة لو أنت عايز opportunity. فرصة opportunities يعني إيه؟ فرص. provide you with work. طبعا لو مش عارف الشباب ممكن أكتب بدلها people. تبنى مصانع لنمد الناس بفرص الإيه؟ قلت لك انا كمصحح ما عنديش مشاكل في ده خالص. لو كتبت تو بروفايد اس ويذ ليمدنا بي، اوكي؟ هيبقى برضه ما فيهاش مشكله. طب انا بدل اوبورتيونيتي حافظ كلمه اسمها تشانس او تشانس اسهل يعني، ما فيش مشاكل. ولو كتبت ورك بس صح، بس هحذرك من حاجه. معظمنا بيبقى عارف ان ورك يعني يعمل، تيجي تقول له العمل يقول لك وركينج عشان ناو انت باي ان جي. لا خالص، انت بتقول اي هاف ا لوت اوف ورك، عندي شغل، بتقول اي جو تو ورك، بروح شغلي. اوكي؟ يعني احنا كده حاولنا نغطي اللي قالوه طبعا اساتذتي الحصص السابقه وزملاء الافاضل الحصص السابقه، بس حاولنا نعمله بشكل في الترانسليشن بحيث بنطبق على يونت 7 و8. وخدنا يونت 9 اللي احنا لو احنا فاكرين كده قلنا هاف او جيت مفعوله ببي، والمفعول ده غير عاقل، وقلنا هاف معاها مصدر وجيت معاها تو مصدر بس المفعول عاقل. اوكي؟ وكده باختصار يعني ارجو ان احنا نكون وصلنا لكم يونت 9 وبعض اجزاء على الترانسليشن، وان شاء الله بقى يا ريت نجتهد ونذاكر الكلام ده وموفقين دايما باذن الله. ميرسي يا مستر. تعالى اتفضل. اتفضل يا مستر. طبعا شرفتنا يا مستر خالد. الله يخليك. الشرح الممتع، وطبعا احنا عارفين الكوزيتيف يعتبر جزء صغير من الجرامر. يونت بسيط. واستكمال للجرامر بتاع يونت 7 اند 8. بالظبط. تمام، شرفتنا ونشوفك في حلقه. انا متشكر على الفرصه الجميله دي، وطبعا نهني حضراتكم والبرنامج كله ومصر كلها بالمولد النبوي الشريف. ان شاء الله ربنا يعود على مصر كلها بالخير واليمن والبركات باذن الله، ومزيد من التقدم لمدرس على الهواء والصحه والجمال ان شاء الله. وبنفكر كل الناس اللي متابعينا برضو من مدرسين اللغه الانجليزيه اللي احنا دلوقتي بنجهز في الكتاب، يعني على وشك اصداره. الكتاب ده يعتبر مراجعه للغه الانجليزيه، يعتبر عامل كفرنج لكل البوينتس الموجوده في المنهج من خلال كم كبير جدا من الامتحانات والجمل على المنهج سواء في القصه او في التشوز معايا. وان شاء الله كتاب هينال اعجاب الجميع باذن الله. قريب جدا، قريب جدا. مدرس على الهواء مع كل مدرسينا وكل الاستاف المحترم اللي في برنامج مدرس على الهواء. شرفتنا مستر خالد، شرفتنا مستر احمد. اوعوا تروحوا في اي حته، في حلقه ثانيه مع مستر خالد عبد الهادي. انتظرونا. شكرا.